رئيس الوزراء يشدد على ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون، والعمليات المشتركة تؤكد أن الخطة الأمنية لا تتضمن فرض حظر للتجوال. مواطنون في الديوانية يعلنون انتخابهم مرشحي تحالف قوى الدولة الوطنية، وفي المثنى إشادة بالحملة الدعائية المتنوعة للتحالف. خيم الحكمة الانتخابية تنتشر في شوارع بغداد والمحافظات لشرح البرامج الانتخابية، وشيوخ عشائر يحطون على المشاركة الفاعلة. بانوراما عراق أقدمها لكم أنا محمود قاسم. وسجى محمد، مرحبا بك يا سجى. أهلا بك محمود، أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل بانوراما العراق. أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شيع السوداني ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون. نعم، وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن السوداني ترأس اجتماعا أمنيا خاصا لكبار القادة من التشكيلات الأمنية المختلفة، وشدد على وجوب حفظ الأمن والاستقرار في البلد والتصدي لأي محاولة للعبث بهما، كونهما يمثلان ركيزة أساسية تستند عليها الخطة التنموية التي تستهدف النهوض بجميع القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الجانب الخدمي، مؤكدا ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون وفق السياقات الدستورية ومحاسبة كل من يعرقل إجراءها. إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة إن القائد العام للقوات المسلحة محمد شيع السوداني وافق على خطة تأمين الانتخابات المحلية، وأضاف إن العمليات المشتركة إن الخطة لا تتضمن قطوعات أو فرض حظر للتجوال بعموم المحافظات، لكن وفق المعطيات والتطورات على الأرض قد تكون حالة معينة تتطلب إجراء حظر في منطقة أو مركز انتخابي أو قاطع معين. وأضاف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي إن حركة المواطنين ستكون طبيعية، إلا أنه سيكون هنالك عطلة رسمية وبين المحافظات والقطاعات الأمنية، بل القطاعات الأمنية ستنتشر بشكل كبير مع وجود رؤية أمنية واستخباراتية لتأمين كل مراكز الاقتراع بعموم المحافظات، مشددا على ضرورة تهيئة الأجواء الأمنية ومنع الاعتداءات على المرشحين أو المراكز الانتخابية أو القاعات الأمنية وفقا للقانون. ذكر المحمداوي أن هنالك تنسيقا عاليا بين المفوضية الانتخابات، وإن ما يميز هذه الخطة هو تكرار الفحوصات لأجهزة المفوضية والبطاقات، حيث أن جميع الأمور تسير بالاتجاه الطبيعي. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن العدد الكلي للعاملين كموظفي اقتراع المصادق عليهم بلغ ما يقارب 200,000 موظف. وقال المستشار القانوني لشؤون المرشحين في مفوضية الانتخابات حسن سلمان إن العدد الكلي للعاملين كموظفي اقتراع المصادق عليهم بلغ ما يقارب 200,000 موظف. وأضاف سلمان أن دورات تدريب موظفي الاقتراع بدأت منذ 20/2 ومستمرة لغاية الآن على وجبتين صباحية ومسائية. وأشار سلمان إلى أن الأجور التي ستمنح لموظفي الاقتراع هي 250,000 دينار لطلاب الكليات والخريجين و150,000 مع كتاب شكر للموظفين التابعين للوزارات.
وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق إكمال جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها، وفيما أكدت تحديد ووضع تفاصيل الخطة الأمنية بشكل كامل، لفتت إلى وجود إقبال كبير من منظمات المجتمع المدني على مراقبة العملية الانتخابية. نعم، وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل إنه تم إكمال جميع الاستعدادات لهذا الغرض من تدريب الموظفين والكوادر، إضافة إلى إتمام الاستعدادات الفنية واللوجستية والأجهزة الخاصة بمراكز الاقتراع، كذلك تدريب الموظفين على الكاميرات التي سوف تراقب العملية الانتخابية. وأضاف إن هنالك إقبالا كبيرا على مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني وكذلك مراقبي الكتل، لافتا إلى أن بعض مكاتب المحافظات للمفوضية استنفدت باجات المراقبة، ما يؤكد الإقبال الكبير. في الديوانية أعلن المواطنون مشاركتهم بالانتخابات المحلية وانتخاب المرشحين النزيهين والأكفاء، وخاصة المرشحين المنضوين في تحالف قوى الدولة الوطنية 129 لإحداث التغيير والنهوض بواقع المحافظة. ليخ صلاح. الدعم والتأييد لتحالف قوى الدولة الوطنية في الانتخابات المحلية القادمة هو ما يؤكده المواطنين في الديوانية، خصوصا وإن برنامج التحالف الانتخابي يتضمن رؤية واقعية لمرحلة قادمة يتمنى الجميع أن تختلف عن سابقاتها. ونأمل إن شاء الله من الانتخابات القادمة أن تكون تغيير هناك نحو الأحسن. طبعا حقيقة قائمة قوى الدولة فيها كثير أو جميع الشخصيات لا شائبة عليها، والكل يشهد، وأبناء الديوانية وأبناء آل بدير يعلمون علم اليقين بذلك. نأمل إن شاء الله أن تتغير محافظة الديوانية عموما نحو الأحسن، لأنها محافظة حقيقة فيها متأخرة من جميع أو في كثير من القطاعات فيها تأخر يعني عن باقي المحافظات العراق. حكومة محلية قوية وكفوءة ونزيهة، نقاط ركز عليها برنامج تحالف قوى الدولة الوطنية تتلائم ومتطلبات المواطن الذي يطمح نحو تحقيق المشاريع الخدمية والتنموية. داعمين لتحالف قوى الدولة الوطنية، وذلك لما نراه فيه من إدارة دولة وقوى وطنية معتدلة تهيئ ناس وأشخاص ومرشحين نزيهين قادرين على قيادة المحافظة، وذلك لاحتدالهم ونزاهتهم. نحن كشباب داعمين لائتلاف قوى الدولة، وإن شاء الله هاي الشباب اللي اليوم شفتوها بنفر تمثل قوى الدولة ودعم القوى الدولة دعم مو طبيعي، لأن الشخصيات اللي بإئتلاف قوى الدولة شخصيات متمكنة، شخصيات نزيهة. الانتقال إلى مرحلة جديدة تضمن حقوق شرائح المجتمع المختلفة تعتمد أساسا على المشاركة الفاعلة والواسعة والواعية في الانتخابات المقبلة. تحت شعار الديوانية تستاهل، أعتقد أنه من مصاديق الشجاعة المشاركة الفاعلة بالانتخابات، ونحن نعتقد أن الشارع الديواني مقبل على انتخابات واسعة المشاركة، وهذا تفاعلنا، وهذا من خلال المجلسات من خلال الشارع. نعتقد أنه جمهورنا واعي اليوم ومتفهم، ومن أجل التغيير سوف يشارك، وخصوصا شبابنا. لا شيء يهم الناخب غير برنامج انتخابي واقعي شامل، وتحالف قوى الدولة الوطنية يعمل وفق هذا المنظور الذي يجب أن يلبي للمواطن طموحاته. للفرات ليث صلاح، الديوانية. طرح عبد الله هندول مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية 129 عن محافظة الديوانية تسلسل 26 برنامجه الانتخابي المتضمن استثمار الحقول النفطية في المحافظة. نعم، وقال هندول إنه من المؤسف اعتبارها الديوانية من المحافظات الفقيرة لأنها صناعية وتمتلك مساحات زراعية واسعة ومعامل كانت تعمل بهمة ونشاط وتدعم الإنتاج الوطني وتشغيل الأيادي العاملة، مضيفا أن مشروع دواجن الديوانية حقق نجاحا كبيرا وأسهم بتشغيل الأيادي العاطلة بواسطة الاستثمار. وتابع هندول إن الديوانية محافظة سياحية لاحتوائها على مناطق أثرية وهو هور الدلمج، إضافة إلى حقول نفطية لم تستثمر.
هذا وطرح سيف مشتاق عبد الحسين الشبلي مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية 129 عن محافظة الديوانية تسلسل 17 برنامجه الانتخابي المتضمن استقطاب الشباب وتشغيلهم في المحافظة. وقال الشبلي إن المشاريع المتوقفة أغلبها تعاني التلكؤ لأسباب مادية أو فنية وغيرها، وينبغي فتح الباب للشركات الاستثمارية لأنها تستوعب الشباب العاطلين عن العمل، وأضاف لابد من تفعيل المشاريع الاستثمارية لتعويض النقص الحاصل بالموارد لشحة الزراعة. وللمزيد مشاهدينا ينضم معنا في بانوراما العراق مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة الديوانية أحمد الحمداوي تسلسل 11. بداية أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد معنا في بانوراما العراق، نتحدث عن أبرز ما ركز عليه برنامجكم الانتخابي للمرحلة المقبلة، وبماذا يمتاز هذا البرنامج عن بقية البرامج الأخرى؟ تفضل. حياكم الله حيا مشاهدينا الكرام. حقيقة البرنامج الانتخابي اللي شهده تحالف قوى الدولة خصوصا في محافظة الديوانية هو برنامج خدمي بحت. اليوم الديوانية تحتاج إلى الخدمة الكبيرة لكي ترجع ثقة الشارع بهذه الحكومات. اليوم لدينا مقومات كبيرة من أجل تحقيق هذا المشروع الانتخابي أو البرنامج الانتخابي من الموارد الطبيعية الموجودة في المحافظة والموارد البشرية، من خلالها يمكن تحقيق برنامج انتخابي يستهدف الجانب الصحي، يستهدف الجانب الخدمي. اليوم الديوانية تحتاج إلى عدد من المدارس الكبير لاحتواء الطلبة، اليوم تحتاج إلى مستشفى من أجل المرضى. المستشفى الذي يوجد في الديوانية هو في حقبة الثمانينات، واليوم الديوانية بحاجة إلى هذه الأمور. اليوم الديوانية في ذيل قائمة المحافظات من خلال تقديم الخدمة ومن خلال كل الأمور الموجودة. نتطلع بمشروع أو برنامج انتخابي كبير لخدمة هذه المحافظة في كل الجوانب. طيب سيد الحمداوي، ربما تتفق معي بأن مجالس المحافظات القادمة تتحمل مسؤولية كبيرة، وخصوصا وأن المواطن العراقي بات يتطلع لهذه المجالس بتقديم خدمة حقيقية وواقعية وخلال المرحلة المقبلة. ما الذي ركزتم عليه لا سيما على الصعيد الأبنية المدرسية والقطاع التربوي؟ هناك خطة كبيرة من أجل هذا الواقع، خصوصا باختصاص عملنا احنا كجانب تربوي. اليوم الخطة الأولى هو زيادة الأبنية المدرسية. اليوم لحد الآن لدينا مدارس كرفانية، اليوم لحد الآن لدينا مدارس بناء ثنائي دوام ثنائي. فاليوم الخطة في البرنامج الانتخابي هو الضغط على الحكومة المركزية وعلى وزارة التربية من خلال مجالس المحافظات في زيادة عدد الأبنية المدرسية. طموحنا الكبير أنه اليوم تكون البناية واحدة والدوام واحد لكي يستفاد الطالب من هذه الفكرة الأساسية. اليوم الطالب هو بذرة المجتمع، اليوم هو أمل المجتمع. كلما كان التوجه نحو الجانب التربوي كبير من قبل مجالس المحافظات ومن قبل الحكومة المحلية، أكيد يكون الإدراك كبير من هذا الجانب في زيادة الأبنية وفي توفير المستلزمات الدراسية لأعداد كبيرة من الطلبة، إضافة إلى تدريب وتوعية الكوادر التربوية لكي تكون مؤهلة أن تؤدي الدور الكبير من أجل تعليم الطلبة في هذا المجال. طيب أستاذ أحمد، اليوم نتحدث عن محافظة الديوانية، يعني محافظة الديوانية هي واحدة من أهم المحافظات العراقية اليوم. هل تم التشخيص إلى ما تحتاج إليه اليوم لتطوير واقع المحافظة من الناحية الزراعية فيما يخص يعني الواقع الزراعي بالمحافظة، تفعيل المشاريع الاستثمارية؟ إشارة جيدة. اليوم الديوانية هي من المحافظات الرئيسية من خلال خصوبة الأرض ومن خلال النهر، نهر الديوانية، ولكن هناك استيعاب كبير للفلاحين من أجل
التوسع في هذا المجال، في المجال الزراعي، من خلال زيادة التخصيصات المائية لهذه المحافظة. اليوم الديوانية تفتخر للتخصيصات المائية حصتها الأساسية، إضافة اليوم قلة المكننة الحديثة في الجانب الزراعي لهذه المحافظة. لدينا مساحات واسعة، لدينا أيدي عاملة كبيرة، ولكن قلة الإمكانيات في هذا المجال. لدينا خطة كتحالف قوى الدولة في البرنامج الانتخابي هو الاهتمام الكبير في الجانب الزراعي، من خلال أولا المكننة الحديثة، توفير المستلزمات الكافية من البذور والأسمدة للفلاحين، زيادة تخصيصات إطلاقات المائية في المحافظة. كل هذه الأمور تساعد على تشجيع الفلاح لكي يزرع هذه الأرض. اليوم الديوانية هي المادة الأساسية أو الرافد الأساسي لأحسن نوع من أنواع الشلب، وهو العنبر، النوع العالمي الموجود في العالم. اليوم في الديوانية في حالة انقراض لهذه. اليوم برنامج انتخابي هو تفعيل الجانب الزراعي بكل كبير في دعم الفلاح بكل الأمور، في المستلزمات، في كل جانب الأخرى. وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد الحمداوي، التحالف المرشح تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة الديوانية. شكرا جزيلا لانضمامك معنا. أكدت حالة الجعفري المرشحة عن تحالف قوى الدولة الوطنية 129 عن محافظة وسط العمل على ضمان التوزيع العادل للأراضي السكنية. نعم، وقالت الجعفري أن وسط تعاني من مسألة التوزيع غير العادل للأراضي من خلال التمييز بين الفئات التي تخصص لها الأراضي، فتكون المخدومة منها لفئات دون أخرى، وللموظفين البسطاء والعاملين بالمناطق النائية وأغلبهم لا يملكون سكنا، حيث سيتم العمل على معالجة هذا التمايز في توزيع الأرض. وفي القطاع التربوي سيكون لقوى الدولة دور في النهوض بالواقع التعليمي بصورة خاصة من خلال توفير المناهج الدراسية والبنى التحتية. طرح رزاق سعود عبد الزيادي مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية 129 عن محافظة المثنى تسلسل 18 برنامجه الانتخابي المتضمن استقطاب الشركات الاستثمارية في المحافظة. وقال الزيادي إن رواتب الرعاية لا تتناسب مع أعداد السكان العالية وقروض العاطلين قليلة، مضيفا أن قضاء النجم تحول إلى مدينة صناعية لكن أغلب الأيادي العاملة أجنبية، فيما لفت إلى أنه سيكون من المطالبين بالإسراع بافتتاح منفذ الحميمية الحدودية. هذا ولاقت الحملة الدعائية لتحالف قوى الدولة استحسان المواطنين في المثنى، حيث أثنوا على جهود الشباب الواعي الذين تميزوا بشرح البرنامج الانتخابي لتحالف قوى الدولة بطرق حضارية وسلسة. تقرير محمود قاسم. تميز واضح تسجله الحملة الدعائية لتحالف قوى الدولة الوطنية من خلال فرقها الشبابية ومرشحيها الذين اعتمدوا الحوار المباشر مع المواطنة وشرح أولويات المرحلة المقبلة. برنامج سلس مريح، ما بي صخب، ما بي إزعاج، بسيط لكن رسالته تصل إلى الناس من خلال مجموعة من الشباب الحلوين المرتبين على شكل خيم بالشارع، يقدمون برنامجهم الانتخابي، يعرضون أنفسهم للناس، يقولون يابا احنا هذا برنامجنا الانتخابي، أنتم شنو رأيكم؟ الحملة حظيت بإعجاب مواطنين في المثنى كونها ابتعدت عن الطرق التقليدية في الحملات الانتخابية والتزامها التام بضوابط وتعليمات مفوضية الانتخابات. اللي لفت انتباهنا خلال هذه الحملة الانتخابية، حملة انتخابية لتيار الحكمة من خلال المحافظة على الشوارع وجماليتها ووضع صور المرشحين في الأماكن
المخصصة لها، دعايتهم حضارية. تلاحظ قبل يوم جينا هنا لقيناهم يعني يصفون بالشارع، يعني نظموا حتى المطبات اللي بالشارع حاولوا يصلحونها، مع هي مو اختصاصهم. شباب حضاريين مثقفين، حملة واعية مهنية، وحتى الشباب الواعيين المثقفين ذو أخلاق وحافظوا على جمالية المنطقة أو المحافظة بصورة عامة. وتواصل كوادر تحالف قوى الدولة الوطنية حملاتها الإعلانية من خلال تواجدهم في كل منطقة بالمحافظة لشرح البرنامج الانتخابي. من المثنى محمود قاسم، الفرات. وما إن اقترب موعد انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في 18 من الشهر الحالي، حتى بدأت الاستعدادات لهذا العرس الانتخابي تكتمل شيئا فشيئا. شباب تيار الحكم الوطني انتشروا في شوارع العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وذلك لحث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية المقبلة، فيما قدمت الفعاليات كراسات تبين وتشرح البرنامج الانتخابي لتحالف قوى الدولة الوطنية ورؤيته في تخطي العقبات والأزمات التي تواجه المواطنين على المستوى الإداري والخدمي. يا شعب أرض الرافدين بسم الله فانتخبوا، جئنا إليك بعزمنا وبحزمنا وبعزنا وبوعدنا وبصدقنا وبعشقنا لخير الله فانتخبوا، بالاستقرار تبنى الدار وللخدمات نصطحب نحن هنا. صوتكم يسمو ويزدهر العراق، حدد مصيرك وانتخب، كن أولا وقت السباق. يا مدن الوفاء قولي للفاسد كفى، مستقبل الوطن احتفى بالمخلصين. أيوة الدولة، أيوة الدولة، أيوة الدولة، أشهد على. دعا شيوخ عشائر محافظة المثنى إلى المشاركة في الانتخابات المحلية لإحداث تغيير ونهوض بالواقع الاقتصادي والعمراني والخدمي في المحافظة، مشددين على انتخاب المرشحين الكفؤين والنزيهين المعروفين بنزاهتهم وحرصهم الوطني والذين يسعون لتلبية احتياجات المواطن العراقي. احنا دائما نحث لهذه القضية، قضية الانتخابات، ونتمنى أن الكل يتوعى لهذا الأمر، والانتخابات تكون صحيحة، والانتخابات تكون للقائمة المناسبة، وينتخبون الرجل المناسب للمكان المناسب اللي يخدم البلد، يخدم الشعب، يخدم مستقبل الأجيال هذه اللي راح إن شاء الله لها مستقبل زاهر. الطلبة، الخريجين، البطالة، الكل يخدمون البلد. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون، والعمليات المشتركة تؤكد أن الخطة الأمنية لا تتضمن فرض حظر للتجوال. مواطنون في الديوانية يعلنون انتخابهم مرشحي تحالف قوى الدولة الوطنية، وفي المثنى إشادة بالحملة الدعائية المتنوعة للتحالف. خيم الحكمة الانتخابية تنتشر في شوارع بغداد والمحافظات لشرح البرامج الانتخابية، وشيوخ عشائر يحثون على المشاركة الفاعلة. مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى ختام بانوراما العراق، شكرا لكم وإلى اللقاء، دمتم بسلام.